بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله كده ونتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. حل التدريبات على درس اسم الفاعل وعمل، يعني مش على اسم الفاعل بس، لا ده على اسم الفاعل وعمل. اول حاجه اللي هو تدريبات 10 دقائق من كتاب الامتحان صفحه 409. بيقول ضع علامه صح امام العباره الصواب وعلامه خطا امام العباره الخطا مع تصوير الخطا. انتبهوا بقى. يساق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح على وزن فاعل، صح؟ الثلاثي على وزن فاعل. يساق اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي لابدال حرف المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الاخر وكسر ما قبل الاخر وليس وفتح ما قبل الاخر. جيم يعرف اسم الفاعل حسب موقعه في الجمله، صح طبعا. د يعمل اسم الفاعل المحلى بال عمله عمل فعله بشروط. لا اسمعوا، يعني ايه الحته دي بقى؟ افهموها كده معايا وركزوا فيها. ايه شروط عمل اسم الفاعل؟ انه يعتمد على ال، انه يعتمد على مبتدا، انه يعتمد على موصوف، انه يعتمد على نفي، انه يعتمد على استفهام. اديك مثال. انت الحفظ في الوقت طلب، يعني انت الحافظ كتاب الله. انت الحافظ كتاب الله ده اعتمد عليه قال، صح كده؟ انت حافظ كتاب الله، برافو. ما بقاش في الف ولا ده، بقى في ايه؟ هو خبر. يعني ايه اعتمد على مبتدا؟ ان هو وقع ايه ولاد خبر، صح؟ طب هذا رجل حافظ كتاب الله، هذا مبتدا رجل خبر حافظ نعت. طب لما اسم الفاعل يقع نعتي بس معتمد على موصوف، مش كلها؟ طب يا رافعا رايه الشورى اعتمد على نداء، لا غافرا للذنب الا الله اعتمد على نفي، هل راض ضميرك عنك اعتمد على استفهام. يعني اعتمد على قبله ايه؟ حاجه قبله. اعتمد على قل اللي قبله، او وقع خبر يعني اعتمد على مبتدا، او وقع صفه يعني اعتمد على موصوف، او سبق بنفي واستفهام ونداء. صلي على النبي. طيب لو معرف بقل يعمل في كل الازمنه، ايه يعمل في كل الازمنه؟ انت بيبقى عشان حته الزمن ديت انتوا مهريين زمن في الانجليزي، صح؟ والانجليزي مش عارف مضارع مستمر، ماضي مستمر، لا ماضي تام، لا ده هي القصه كلها في الزمن. مشكله الانجليزي كلها معظم القواعد عندكم بتضايقكم في الزمن. اللغه العربيه ما بتتعرضش للزمن كتير. اللغه العربيه الزمن في قواعدها بسيط جدا، اللي هو الماضي والحاضر والايه والمستقبل بس. ما فيش عندنا غير الثلاث ازمنه دول. طب لما اقول لك محمد الحافظ كتاب الله بالامس، يعني الماضي اهو، محمد الحافظ، شوف الحافظ كلها معرف بقى، محمد الحافظ كتاب الله الان بقت الحاضر، صح؟ طب محمد الحافظ كتاب ربي غدا بقت ايه؟ اذا كيف نحدد الزمن مع اسم الفاعل؟ بكلمه زي الامس او الان او غدا. طب هل يؤثر الزمن في عمل المعرف بقى؟ لا. يعني يبقى عامل، يعني يرفع فاعل وينصب مفعول. هو يعني ايه عامل؟ يعني ايه عامل؟ يعني يرفع فاعل وينصب ايه؟ هو ده معنى العامل. صليتوا على النبي؟ اللهم صل عليك يا نبي. طيب محمد، تعالى بقى نشيل قال، واضح ان المعرف بقى ده ما بيهموش الزمن. طب محمد حافظ كتاب ربه بالامس، محمد حافظ كتابي، محمد حافظ كتابي ربه بالامس، بقى مضاف اليه بس. بقى بالامس ابطلت عمل حافظ اللي هي معتمده على مبتدا، لان غير المعتمد على ال، غير المعتمد على ال لازم زمن الجمله يدل على دلوقتي او بعدين، يدل على الحال او الاستقبال، يعني يدل على المضارع او المستقبل. الطالب بقى يتجنن يقول له طب وانا اعرف منين يا استاذ ان الجمله بتدل على الحال او الاستقبال؟ من السياق، من كلمه الان، من كلمه غدا، من كلمه امس. إذا هل المعرف بقال يحتاج شروط أخرى؟ لا، صح كده؟ لكن هل غير المعرف بقال اللي هو المعتمد على مبتدأ أو معتمد على نعم منعود، المعتمد على موصوف أو المعتمد على نفي أو استفهام أو نداء، ده محتاج لإيه؟ إن زمن الجملة يدل على الإيه؟ ها؟ على الحال أو الإيه؟ أو الاستقبال. فهمنا يا شباب؟ يبقى لما نرجع هنا للكتاب يقول لي، يعمل اسم الفاعل المحلى بقال عمل فعلي بشروط، صح ولا خطأ؟ خطأ. لم يعمل بلا ايه تاني؟ ها؟ بلا شروط. واللي مش فاهمها قوي، في تسجيل كامل لعمل اسم الفاعل بالصوت والصوره موجود على موقع من ذاكر، خش شوفه كانك معايا من اول حصه.
بالتفصيل الممل بقى. الحكايه دي يا ريت تستفيدوا منها يا شباب، يا ريت نراجع النحو، بيبقى عايز مراجعه شويه. ها، يعمل اسم الفاعل عمل فعله اللازم. يعني ايه الفعل اللازم الاول قبل ما نكمل الكلام بس عشان ما يبقاش نكمل وخلاص. الفعل اللازم هو الفعل الذي لا ياتي معه مفعول به ولا يصح ان ياتي معه مفعول به، زي ذهب، زي نام، زي جلس. ما ينفعش اقول جلس المقعد، لازم اقول جلس على المقعد، صح؟ يبقى ما هو الفعل اللازم؟ هو الفعل الذي لا يصح ان ياتي معه مفعول به، لا ينص مفعول به. طب اعرفه ازاي يا استاذ؟ عشان في وسط خضم المعلومات اللي انت فيها، ادي علامه للفعل اللازم، علامه بسيطه قوي، لا يقبل ضمير الهاء الغائب. دي علامه من علامات، في علامات، ما يقبلش ضمير الغائب. جلس ينفع اقول جلسه، نام ينفع اقول نامه، ذهب ينفع اقول ذهبه. طب ضرب ينفع ضربه، صح؟ اكل، اعطى، شكى، بس يبقى اللي يقبل هاء الغائب اسمه ايه؟ متعدي. لكن اللي ما يقبلش هاء الغائب اسمه ايه؟ لازم. ما معنى الفعل اللازم؟ الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج ولا ينصب مفعولا به. طب ما معنى الفعل المتعدي؟ ها، هو الذي ينصب مفعولا او مفعولين او ثلاثه. اللغه العربيه دي اولاد فيها مستويات برضه زي المجتمع كده. في فعل فقير يكتفي بالفعل قنوعا، وفي فعل قوي شويه يرفع فعل وينصب مفعولين، وفي فعل قوي شويتين يرفع فعل وينصب مفعولين، وفي فعل قوي ثلاث شويات يرفع فعل وينصب ثلاث مفاعيل، زي انبأ واخبر. في اللغه العربيه انبأ واخبر من الافعال اللي تنصب كم مفعول يا شباب؟ ثلاث مفاعيل. بس هو عشان في مجالهم انا مش عايز يعني اتوسع فيه. طب نرجع بقى هنكمل بقى كده نفهم فاهمين الجمله بقى. يعمل اسم الفاعل عمل فعله اللازم فيرفع فاعلا وينصب مفعول به. كده خطا بقى العباره، صح ولا لا؟ اذا كان هو فعل لازم يبقى يرفع ايه فقط؟ فاعل، لان اصلا الفعل اللازم لا ينصب ايه؟ مفعول به. واو، يعمل اسم الفاعل المجرد من ال اللي ما فيهوش ال، يعني عمل فعله اذا توفر احد شرطيه دون الاخر. يعني ايه؟ يعني افرض دل الزمن على الاستقبال وما وقعش خبر، او افرض وقع خبر وما دلش على الاستقبال، مش هو ليه شرطين؟ الشرط الاول ان يقع خبر، يعني يعتمد على المبتدا، يعني ان يعتمد على المبتدا ويدل على الحال، او يبقى في كام شرط للعمل؟ شرطين، صح ولا لا؟ هل يعمل بشرط دون الاخر ام يعمل بالشرطين معا؟ بس فهمت المعنى؟ يبقى العباره دي ايه يا شباب؟ هنا خبر. السين 2، اختر الصواب مما بين القوسين فيما يلي. اسم الفاعل من فعل يستفهم، مستفهم، برافو. لان بعد كده بالراحه بجيب المضارع، يستفهم واشيل ياء المضارعه واحط ميم مضمومه واكسر، لازم اشكل واكسر ما قبل الاخر، بقت يستفهم تبقى ايه؟ مستفهم. ابدا الضابط واجبه، كلمه الضابط تعرب ها فاعل. استاذ مش هي اسم فاعل؟ ايوه بتعرب فاعل، مفيش مشكلة. نوعها ايه يا اولاد؟ واعرابها ايه؟ وقد يكون اعرابها ايه؟ او مبتدا او خبر. يبقى اسم الفاعل يعرب حسب، لان اسم الفاعل ده نوع ولا اعراب؟ اكشن تاني مرة، اسم الفاعل ده نوع ولا اعراب؟ نوع. يعني هذا اسم اشارة، اسم اشارة ده نوع ولا اعراب؟ نوع. اسم الذي اسم موصول، اسم موصول ده نوع ولا اعراب؟ نوع. هو دي ضمير، ده نوع ولا اعراب؟ فهمنا يا شباب؟ في حاجه اسمها نوع الكلمه وحاجه اسمها اعراب الايه؟ لما بقول هذا اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به، شو اديتها نوعها واديتها ايه؟ اعرابها. يبقى اسم الفاعل هنا يعرب فاعل عادي، مفيش مشكله. جيم، يحب الله الرافعين رايه الحق. كلمه رايه، برافو. يحب الله بالراحه كده عشان اللي مش لسه مش فاهم يفهم. يحب الله الذين يرفعون راية الحق. حولتها ايه؟ دي فاعل. ويرفعون يبقى الواو دي فاعل، وراية تبقى يا شباب مفعول به. طيب، الطالب فاهم الطالب فاهم درس الامس، درس امس، كويس كده؟ كلمه درس، هنا بقى اسم الفاعل غير عامل، صح ولا لا؟ عشان في كلمه ايه؟ امس. يعني ايه غير عامل يا استاذ؟ يعني ليس له فاعل ولا، بل ما بعده يعرف فقط على الإضافة مضاف إليه. فهمنا الحكاية دي؟ طيب،
سين ثلاثة. اقرأ ثم عين اسم الفعل وسبب عمله. عمله يعني عايز حاجتين، تطلع اسم الفعل تقول لي سبب العمل. طب بص بقى، الإسلام حافظ حقوق المرأة. ها؟ حافظ، الله ينور عليكم، برافو. يعتمد على ايه؟ نقص اجابتك يا استاذ، ما هي وقعت خبر يعني اعتمد على مبتدا، ده شرط واحد من شروط العمل، ودل زمن الجمله على الحال او الاستقبال. مفاجاه الحلقه دي، المفاجاه بقى لما بقول شرط العمل اقول كم شرط؟ مش لسه احنا فوق قايلين يعمل بشرطين وليس بشرط واحد؟ يبقى لما اقول لك سبب العمل لازم تقول لي الايه؟ يعني قول واعتمد على مبتدا ودل على الحال او الاستقبال، تقولها كده بثابته. ده اذا كان عامل وزمن الجمله يبقى انت بتقول ايه؟ وقع مبتدا دل اعتمد على مبتدا ودل على الاستقبال، اعتمد على نفي ودل على حال الاستقبال، ثابته. طب اللي بعدها، هذا الرجل ماله بقى؟ متقن عمله، برضه اعتمد على مبتدا. ما هو لازم اعرف بقى الجمله هذا مبتدا والرجل بدل. متقن دي خبر، ولما يقع خبر يبقى بنسميه ايه في اللغه العربيه؟ اعتمد على ايه يا شباب؟ اعتمد على مبتدا. يبقى مبتدا اعتمد على مبتدا ونعربه ايه؟ ونقول اللي هو دل على الحال ايه برضه؟ ها؟ الجمله دي يا جماعه العباره دي لازم نكتبها عشان ما ننقصش. ودل زمن الجمله على الحال او الاستقبال. استاذ اقول او ايوه ايوه لانه يحتمل الاثنين. يا ترى متقن عمله الان او بعدين؟ الله اعلم. فلذلك بيقول على الطالب ايه؟ ها؟ ودل زمن الجمله على الحال او الاستقبال. جيم، أراض ضميرك عن فعلك وقولك؟ عامل، هنا عامل صح ولا لا؟ ليه بقى؟ اعتمد على استفهام، كمل لي الجملة، ها ودل زمن الجملة على الحال أو الاستقبال. اللي بعدها، علينا أن نكون حامدين. استنوا بس، حامدين ديت خبر يكون، نكون نحن حامدين خبر. طب أقول اعتمد على إيه؟ على مبتدأ؟ اعتمد على اسم كان عادي. هقول اعتمد على ايه يا اولاد؟ ها؟ اسمي كان عادي. اللي هي مبتدا على فكره، مش واجب، مش واجب في مبتدا؟ بغير بس، على فكره قلت له اعتمد على المبتدا مش غلط. يعني انا مش عايز بس اخطئ الناس. لكن هو ما بقاش اسمه المبتدا، اتحول اسمه لايه؟ لاسمي كان اللي هو المستتر يعني. اقول اعتمد على ايه؟ ها؟ على اسم وده، ها؟ ايه؟ وده اللي زمن الجمله على الحال والاستقبال. ما مهمل عمله الا الكسول. اعتمد على نفسي، ها؟ ودل زمن الجمله على الحال او الاستقبال. يا قائلا حقا لا تخف احدا، اعتمد على نداء ودل زمن الجمله على الحال. هل هو قال لي قل ايه العمل ولا قال لي سبب العمل؟ والذاكرات، تعالى هنا اسم الفاعل هنا بقى مين؟ الذاكرين. هو عايز يقول لي معمول، مين فين معمول اسم الفاعل هنا؟ الله، لفظ الجلاله، حولها الفعل، ها؟ الذين يذكرون الله والذاكرات، صح؟ يبقى هنا الله لفظ الجلاله ماله؟ مفعول به. يبقى اسم الفاعل الذاكرين عمل ايه؟ رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به. هو مش عايز سبب العمل، هو عايز اعرف المعمول بس، مش كده؟ طيب استاذ، طب ما الذاكرات برضه؟ الذاكرات اسم فاعل، المفروض ان في يعني في غير القران نقول والذاكرات الله كثيرا، مش كده؟ الان يبقى عملت نفس العمل الاولاني. جاء الملقي الشعر، في اسم الفاعل الملقي، سبب عمله هو عايز، لا مش عايز سبب العمل، هو معرف بقى ليه، صح؟ طب في المعرف بقى اللي بقول شرط ثاني ولا هو شرط واحد؟ لو طلب منك، فرض انه طلب منك سبب العمل، شرط واحد. المعرف بقى اللي بقول ايه؟ هو معرف بقى، لان هل يشترط في المعرف بقى ان زمن الجمله يدل على الحال والاستقبال؟ لا. طيب الملقي الشعر، ها؟ الذي يلقي الشعر، يبقى الشعر اللي عليه بقى ايه؟ مفعول به لاسم الفاعل العام. وممكن تقول رفع فاعل مستتر كمان. ما هو طالما نصب مفعول به يبقى اكيد في فاعل ولا لا؟ طب بص كده، جيم، ما محب عمله الا الناجح، بالراحه بقى. ما يحب عمله الا الناجح. الناجح هو الفاعل، عمل مفعول به. افهموا الجمله، يحب عمله الناجح، مين اللي بيحب؟ ناجح، بيحب ايه؟ يعني الجمله دي فيها تقديم وايه بالظبط؟ زي ما هقول الجمله دي، لا غافر الذنب الا الله، لا غافر الذنب الا الله، ها؟ يبقى لا يغفر الذنب الا الله، مش الا والا، يغفر الذنب الله، اعرف وعد الجمله، يغفر الله الذنب هنا.
إذن يا أحمد علاء هنا الفعل مش مستتر. انتبهوا للنقطة دي، لازم أكمل الجملة الأخيرة وفهمها. يبقى أقول له هنا إيه؟ رفع فاعل وهو الناجح، ونصب مفعول به وهو إيه يا شباب؟ عمله. د أخوك معطي الناس حقوقه. الله على الاسم الفاعل ده بقى، ده غني من أسماء اللي من طبقة الغنية شوية، اللي ما بينصبوا مفعولين. معطي ده من فعل إيه يا أولاد؟ أعطى. يبقى الله ها يعطي، مش كده؟ الناس عفوا أخوك يعطي الناس حقوقه. بالظبط، ده رفع فاعل مستتر اللي هو أخوك، مش كده؟ اللي هو ضمير مستتر يعود على أخوك يعني، والناس مفعول به أول وحقوقهم مفعول به تاني. يعطي أخوك حقوقه، الناس حقوقه. طب اللي بعده، هل منجز أبوك وعده؟ هل ينجز أبوك وعده؟ أبوك فاعل مرفوع بالواو لأن من الأسماء الخمسة، انتبهوا. ووعده تبقى مفعول إيه؟ به، والهاء في وعده مضاف إليه. الكاتم سر الناس محبوب، ها؟ الذي يكتم سر الناس محبوب. طب هنا يكتم هو صح، يبقى رفع فاعل ايه؟ مستتر، ما فيش حاجه لا تقديم ولا تاخير. سر تبقى يعني تقول ايه؟ مفعول به. يا فاعلا شرا اخشى الله، ها اعتمد على النداء اهو، مش كده؟ يبقى فاعلا شرا، يبقى الفاعل مستتر وشرا مفعول ايه يا اولاد؟ به، يعني يا من تفعل شرا يعني. انا الشاكر نعمه ربي، انا الذي اشكر نعمه ربي، مش كده؟ مفعول به، رفع فاعل مستتر ونصب ايه يا شباب؟ مفعول به. أعجبت بالرجل رافض الظلم، عفوا أعجبت بالرجل رافض الايه؟ رافض الظلم، لان دي نعمة. يبقى الظلم مفعول به، الله ينورك. الظلم مفعول به اسم الفاعل، اسم الفاعل هنا عامل لان اعتمد على موصوف اللي هو رجل ودل على الحالي. او سؤال خمسة، قول لي اكمل الجمل الاتيه بمعمول المناسب، يعني كلمه بس لازم تكون اسم. شباب، ما ينفعش تكون جر ومجرور، ما ينفعش تكون ظرف، ما ينفعش تكون فعل، لازم تكون ايه؟ اسم. المعمول لا ياتي الا في صوره ايه يا شباب؟ ها، اسم او ضمير طبعا. لا احب الخائنين وطنهم اصدقاءهم عهودهم، الله ينور عليك، الخائنين عهودهم، يبقى ده ما لا احبهم مفعول به طبعا. بقول لي ايه؟ واعربهم، مش كده؟ مفعول به. ابو كافئ المعلم الطلاب بالظبط، او المتفوقين، مفعول به برضه. النفس محبه للنعم، النعم عفوا مش للنعم، احنا قلنا ما نحطش جره ايه؟ النفس محبه ها النعم، ها الحريه ايا كان مفعول به. شر مش للشر، يكون ها الشر ثوبا، لان كاسر من الافعال التي تحتاج الى ايه؟ يبقى لازم اكمل بمعمولين عشان الكلام يمشي صح، يعني عشان الكلام يكمل يعني. يبقى اقول الغني كاسن الفقيره ايه؟ ثوبا. سؤال ستة، ضع بدل كل فعل فيما يلي اسم فاعل عامل ثم حدد معمولا. اتحب قراءه الكتب؟ حلو قوي، نشيل تحب ونحط اسم فاعل. طب تحب تو تحب، مش كده؟ لو قرناها مضمومه ياء المضارعه يبقى الماضي بتاعها اوله همزه. تحب يبقى الماضي بتاعها احب. طب احب ده كم واحده؟ كم حرف؟ ا ح ب ب، يبقى رباعي. يبقى كده اجيب من مضمومه واكسر، يبقى اقول ايه؟ امحب صح قراءه الكتب. طب بص كده، المؤمن يقول الحق، يعني انتبهوا بالله عليكم، عشان عارف ان الواحد ساعات المخ بيجاوب بطريقه تلقائيه كده غلط. لازم احدد الاول اسم الفاعل ده ثلاثي ولا غير ثلاثي، لان لو ثلاثي همشي في سكه، ولو غير ثلاثي همشي في سكه تاني. كلمه يقول قال ثلاثي صح، يبقى قائل. يبقى اقول ايه؟ ما هي كده سهله يا استاذ، ما انا عارف، انا عارف انها سهله، بس بعودك على مبدا انك تسال انه ثلاثي ولا رباعي، انها ما كانت سهله. المؤمن ايه؟ قائل الحق. طيب، رايت رجلا يقود السياره، اسال نفسك سؤال الاول، يقود ايه؟ اخوك يعطي الناس، مش كده؟ ما احنا دي اللي حسبناها. طيب، جيم، ما يحمد، ما يحمد، بص يحمد السوق الا الرابح، يحمل يحمل مفتوحه الياء المضارعه، يبقى الماضي عادي ثلاثي. فاكر لما كان مضموم ياء المضارعه؟ يا
يعني يحب الماضي منها ايه؟ مش كده؟ طب مثلا يعطي الماضي منها ايه؟ طب يهدي الماضي منها ايه؟ طب لو قلت يهدي يهدي الماضي منها ايه؟ اهدى. لكن يهدي الماضي منها ايه؟ هدى. فرق. الماضي بتاع يهدي ايه؟ اهدى، مش كده؟ يعني غير ايه؟ غير ثلاثي. اذا اسم الفاعل من يهدي ايه؟ مهدي، صح؟ لكن يهدي الفعل، الفعل من ايه؟ هدى. يبقى اسم الفعل من ايه؟ هادي. طب هنا يحمل يبقى حامد. الله ينور عليك. ما حامد السوق الا الايه؟ الرابح. اخوك يعطي، يعطي. اه بالظبط. لان انا اتاكدت لما جبت الماضي لقيته رباعي، يبقى عاطي ولا معطي؟ اه خلي بالك من القانون ده، اللي مضموم ياء مضارعه غالبا يبدا بهمزه زائده يبقى اكثر من ثلاثي. رايت رجلا يقود السياره، يا يقود حتى يا بصان، يبقى قائد، مش كده؟ يبقى قائد للايه؟ السياره. صليتوا على النبي. تعالوا بقى للفقره اللي بتيجي ويجي عليها اسم الفاعل اسئله. لنا تاريخ مبدئيا كده، تاريخ مبتدا واخر على طول. اصلها تاريخ لنا، ده تقديم يا شباب وتاخير، ابتدى مؤخر مرفوع علامه رفع الطرف. واضحه صفحاته فاعل طبعا لاسم الفاعل العامل، مش واضحه اسم فاعل، مش كده؟ يبقى تتضح صفحاته. مين اللي هتتضح؟ ايه احنا بنحل ده كله على اسم الفاعل عشان في الاخر تقوم مطنشه علامه بدل؟ لا، يبقى صفحاته فاعل لاسم الفاعل مضاف اليه طبعا، والهاء مضاف اليه طبعا. طيب استخرج فعلا ناقصا وقد كان. لا ما ينفعش، كان في السطر الاولاني ما تنفعش، لان بمعنى ايه؟ حدث، مش كده؟ لكن فما مشارك اجداده الا عظيم مقتدي والعاقل سامع نصائح يصبح محققا. برافو. فين اسمه؟ مستتر. وفين خبره؟ محققا. فعلا تاما كان. استاذ طب انا ممكن اقول مثلا يعني اي فعل فيه تاني؟ في فعل تاني ينيرون مثلا، هل ده فعل تام ولا لا؟ اه. ما هو ما هو الفعل التام؟ هو كل فعل رفع فاعل او رفع نائب ايه؟ يبقى ينيرون الفعل العادي اللي هو مش متكلم او خط اسمه فعل ايه؟ تام. كل اسم فاعل عامل وبين معموله، تعال واضحه ومعموله صفحاته واعرابها فاعل، صح كده؟ طب بص كده، مشارك اجداده الا عظيم. ما مشاركه، ما مشارك اجداده الا عظيم. لا الجمله لازم استنى، جملة زي اللي نروق عليها كده. اولا نحول مشارك لفاعل، لفاعل صح؟ ما يشارك اجداده الا عظيم، شيل ما هو الا، ها؟ يشارك اجداده عظيم، اعمل الجمله، ها؟ يشارك عظيم اجداده، اظن الثالث مره بتتكرر. فاكر لما قلنا ما محب عمله الا النجح؟ ولما انا قلت لك لا غافر الذنب الا الله، نفسك اتعود على الجمله دي. لما تلاقي ما هو الا كده وفي تقديم وتاخير، اعدل الجمله كده وروق عليها عشان تعرف تعرف. يبقى كده معنى كده ان كلمة اجداده تبقى ايه؟ مفعول به. وكلمة عظيم تبقى ايه؟ فاعل. الله ينور عليك. اللي بعدها، السعون الى التقدم يحققون اهدافهم. ادخل على الجملة فعلا من افعال الرجاء، يعني لازم عسى او حرى او اخلولقا، الثلاثة دول وعسى اشهرهم. طب لما عسى تخش هل الساعون هتتغير؟ لا لا، قولا واحدا ما يحصلش اي حاجه، لان كلمه الساعون اسم عسى، واسم عسى بيبقى مرفوع وهي فاء الواو. انا ليه احتددت كده؟ ليه نبره الصوت اتغيرت كده؟ علشان الطلبه ماشيين بمبدا غريب جدا الا ما رحم ربي طبعا. يقول لك لما يجي مالك الساعون ويقول لك غير ما يلزم اعملها الساعين، ولما يجي مالك الساعين اعملها الساعون. برافو. ان يحققوا من غير النون، مش يحققون، يحققوا. ليه يا استاذ؟ ما هو منصوب، مش ان دي كثيره مع ان مع عسى؟ مش احنا قلنا لما تيجي عسى بيجي معاها ان تكسر؟ ما بيرجع لك اللي فات اهو، يبقى ان صح؟ يحققوا اهدافهم. وكده غيرت ما يلزم. يا رب تكون فكرتك عن اسم الفاعل اتغيرت الى الاسهل ان شاء الله رب العالمين. وبالتدريب كل حاجه سهله، كل حاجه سهله بالتدريب ان شاء الله. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام.